ونذهب الآن إلى تقرير هام عن فبركات قناة الجزيرة والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. هذه القنوات بالمناسبة لم تتطرق إلى شخص أردوغان ولم تتطرق إلى الشأن التركي مثلا، لم تتطرق إلى الدعم التركي للجماعات الإرهابية في ليبيا أو الوجود واحتلال مناطق في الشمال السوري أو دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، لم تتطرق حتى إلى الآلاف المعتقلين في تركيا، أكاديميين وسياسيين وعسكريين وقضاء أيضا. فدائما ما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل الرأي العام بفبركة الفيديوهات والصور. هذه الفيديوهات تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستجداء المواطنين في محاولات خبيثة لهدم أمن واستقرار المنطقة العربية عامة ومصر بشكل خاص. الأكاذيب شعارهم والفبركة سبيلهم. تلك الأكاذيب مستمرة، وتوصل هذه القنوات، قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بثها لإثارة الفتنة والفوضى والاستعانة بفيديوهات قديمة وترويجها على أنها فيديوهات وصور حدثت في محافظات مصر، إلا أن أكاذيبهم ردت إليهم. نذهب لمتابعة هذا الفيديو الهام الذي يثبت أكاذيبهم تجاه مصر ونعود من جديد. تجمعات محدودة لأشخاص مجهولين بالتزامن مع احتفالات جماهيرية بعد لقاء كروي. قبل أن يندس وسط تلك التجمعات عناصر تخريبية تسعى لبث الفوضى داخل المجتمع، مشاهد جاءت وسط ترقب لقناة الجزيرة لتحولها كذبا وزيفا إلى تظاهرات ثورية قبل أن ينكشف زيف وفبركة تلك المشاهد. ومن الفيديوهات التي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، قال ناشطون إنها لمظاهرات مناهضة للرئيس السيسي. هذا الفيديو الذي انتشر من مدينة المحلة، لكن قليل من البحث يظهر أن الفيديو تم تركيب الصوت عليه. ومن هنا يأتي التساؤل، هل كان عرض الجزيرة لتلك المشاهد المزيفة مجرد سقطة إعلامية جديدة تضاف لرصيد قناة الفتنة المتخم بالسقطات؟ أم أن الجزيرة كانت لها مآرب وأغراض سياسية أعمتها عن ملاحظة سقطاتها الساذجة؟ الجزيرة التي تلقفت بعض المقاطع المصورة لمقاول وفنان مغمور هارب خارج مصر سعت خلال الأيام القليلة الماضية إلى إشعال نيران الفرقة والتناحر داخل المجتمع المصري بما يخدم مصالح جماعة الإخوان الإرهابية التي تحكم قطر سياسيا وفكريا. الجزيرة خصصت ساعات وساعات من البث المباشر واستوديوهات تحليلية للحراك الثوري المزعوم، فاتحة المجال لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية للتعليق على المشاهد المفبركة في واقعة تكشف أغراض ومآرب الجزيرة الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار جمهورية مصر العربية. ذهبنا إلى الشارع المصري وذهبنا إلى حال المصريين، ألا يوجد فساد؟ ألا يوجد ظلم؟ ألا يوجد ظروف صعبة للمواطن المصري؟ مشاهد ملفقة وتعليقات تخلو من أي حياد، حين تشاهدها تشعر أن هناك من يكز على ضروسه وهو يضمر تلك الكراهية ويبثها ويذيعها متجاهلا الحقيقة التي بين يديه ودون التوقف ولو للحظة للتحقق من صحة ما تذيعه. لم تكن تلك الواقعة الأولى، فالقناة دأبت على فبركة أحداث تتعلق بالداخل المصري وأنتجت العديد والعديد من الأفلام الملفقة التي تهدف إلى تشكيك الشعب المصري في قواته المسلحة، وهي الأهداف عينها التي يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي لتحقيقها. فأدبيات الإخوان لا تؤمن بوطن ولا تعتد بوطنية. وخلال السنوات الماضية لم يرف للعاملين في الجزيرة جفن وهي تكذب وتلفق وتحرف علنا في وقائع مختلفة كشفت الرسالة الحقيقية للقناة القطرية، والهدف دائما نشر الفوضى في الوطن العربي دون الالتزام بأخلاقيات المهنة ودون حد أدنى من الضمير. لكن الجزيرة لم تتب في زمن اليوتيوب. وبالتزامن مع فبركات قناة الفتنة تبارت أذناب قطر والمنصات الإخوانجية في الترويج لمقاطع كاذبة ومفبركة تحاول من خلالها تشويه صورة الدولة الوطنية المصرية، فالمايسترو الذي يحرك هذه الأوركسترا واحد.
المضحك المبكي أن تدعي القناة تمتعها بالنزاهة والحيادية، بينما هي في الحقيقة مجرد أداة للسياسة الخارجية القطرية، أداة تمارس الإرهاب الإعلامي بامتياز بهدف هدم البيت العربي بسلاح الكذب والشائعات وشعارات التحريض. وقائع وراء أخرى تكشف عن زيف شعارات الحياد والموضوعية التي ترفعها قناة الفتنة، وتفضح أهداف ومآرب الجزيرة الحقيقية، لتذهب الجزيرة والعاملون بها إلى مزبلة الإعلام بعدما لفظهم الشارع العربي. إذن ينضم إلينا هاتفيا الآن دكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس. دكتور جمال، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه ايمان، اهلا وسهلا. اذا ربما تابعت هذا التقرير، ويعني كشف مساله فبركه الصور والفيديوهات، وحتى انه يعني هناك الكثير منها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى المواطنين انفسهم يقومون بنشر الصور العكسيه او المخالفه لما تنشره هذه القنوات. ما تعقيبك على اصرارهم في استهداف مصر بهذا الشكل؟ هو طبعا المعركة يعني أصبحت أكثر حدة والهجمة شرسة من جماعة الإخوان ومن أعداء مصر، لأنه في المقابل مصر بعد 30 يونيو تسير بخطوات ثابتة، والإنجازات التي ينفذها الشعب المصري تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات غير مسبوقة في الحقيقة، وتحدي الشعب المصري للأوضاع الاقتصادية واضح، والتفافه حول الرئيس واضح أيضا، لذلك الهجمة شرسة بالفعل. ويمكن أحب أقول أنه قبل السوشيال ميديا هذا هو أسلوب هذه الجماعة الذي يعني نشر الشائعات والأكاذيب، ده أسلوب قديم من سنة 1928 الجماعة بتستخدمه، لكن طيب الذي هذا أمر جدير بالذكر أن نذكره دكتور جمال وأن نسلط الضوء عليه، مسألة النهج الدائم لجماعة الإخوان الإرهابية منذ أن تم إنشائها. هذا النهج اعتمد على مجموعة من الأمور أو مجموعة من المحاور، ربما كان أبرزها مسألة ترويج الشائعات أو الكذب أو إظهار شيء وفي باطنه شيء آخر. ماذا عن هذا التاريخ وهذا النهج المستخدم من قبل الجماعة على مدار تاريخها؟ هذا أشرت إليه قبل كده في بعض المقالات وبعض الحوارات، إنه الجماعة منذ النشأة ادعت أنها جماعة دعوية، ولكن الحقيقة إنه عكس ذلك تماما. والمثير للدهشة إنه في كتابات الإخوان المعتمدة أنفسهم، الإخوان أنفسهم أشاروا إلى حركات وحركات معادية لهم، حركات منشقة عليهم، أشخاص انشقوا منذ فترة مبكرة، وكان سبب انشقاقهم اكتشاف كذب حسن البنا نفسه، وهناك من واجهه سنة 1933 وقال له أنت كذبت علينا، فالكذب ونشر الشائعات أساليب استخدمت في تشويه الحركات السياسية الموجودة في مصر وقتئذ، جماعة مصر الفتاة أو المنظمات الماركسية أو حزب الوفد المصري، أكاذيب وشائعات كثيرة. الميديا أعطتهم الفرصة وأعطتهم الفرصة، والمعركة شرسة دخلت فيها الجزيرة ودخلت فيها تركيا لأهداف ومصالح للهيمنة على الشرق الأوسط وإعادة العثمانية، الدولة العثمانية من جديد. اتهام الآخر أيضا ب يعني بعدم التدين أو مسألة بأنه لا يريد الدولة الإسلامية أو لا يريد تطبيق الدين، هذا الاتهام دائم ايضا على مر العصور، يعني في 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 اي مكان حتى في الجامعات كان يتم التلويح بهذا الاتهام. ايضا التاريخ في هذه المساله، تاريخ الجماعه في هذه المساله تحديدا.
تمام يعني حضرتك كل من يخالفهم يعني ليس له علاقة بالدين مثلا، ده شيء طبيعي لان هم بيدعوا انهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، وامتلاكهم للحقيقة المطلقة وقربهم من الله وزيارات النبي عليه الصلاة والسلام لهم ونزول جبريل لهم، هذه على فكرة مسألة قديمة ليست مسألة حديثة. يعني في الثلاثينات هناك ادعاءات من هذا القبيل. امتلاكهم للحقيقة المطلقة يتسبب في تحقيرهم لأي محاور لأي شخص آخر. ومن هنا على سبيل المثال وليس الحصر عشان وقت البرنامج، فعبد الناصر مثلا هو كافر وشيطان وعلماني ويستهدف هدم الدولة المصرية ببناء السد العالي مثلا. كثيرة نشروها حول السد العالي وحول شعار عبد الناصر أو أسلوب عبد الناصر في الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، حول سياسة عبد الناصر الداخلية والخارجية، حول اتفاقية الجلاء، وكلها اكتشفنا من خلال الوثائق البريطانية بعد ذلك أنها كانت أكاذيب إخوانية تهدف إلى ضرب الدولة المدنية اللي أنشأها جمال عبد الناصر. هو نفس الأسلوب الذي يتبع الآن. وأنا الحقيقة يعني نمت هذه الليلة حزين، تفرغت لمتابعة هذه الأكاذيب وليس بعادتي، ولكني كنت مستاء جدا بما أسمعه، فاضطررت أن أنا أشوف فيديوهات في منتهى الحقارة وأكاذيب ليس لها على أرض الواقع أي صلة، أكاذيب على قيادات الجيش وعلى الرئيس وعلى أسرته، أسلوب حقير لمحاولة هدم الدولة المصرية. ولذلك يعني أنا سعيد باللي أشرت إليه حضرتك أستاذ إيمان، أنه هناك يعني بارقة أمل في شبابنا أنه بدأ يعي هذه الأكاذيب وبدأ ينشر فيديوهات مضادة، هذا جيد. ولكن أنا يعني سعيد باتصالك وأتمنى أن كل القنوات الشريفة تقف في مواجهة هذه الجزيرة القذرة، الجزيرة التي لا يهمها مستقبل المنطقة، لأنها تعلم جيدا أنه لو وقعت مصر لن تكون قائمة للشرق الأوسط أو للوطن العربي بعد ذلك. حقيقة أنه حتى أنه يعني الكثير من العاملين في هذه القناة كانوا يخرجون حتى لكشف ما كانوا يقولونه أو ما كانوا يستهدفونه بالفعل من وراء التغطيات التي كانوا يقومون بها وتحديدا في دول المنطقة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. أشكرك جزيل الشكر دكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة عين شمس.